أدلة أكثر على ما قدمته عن رجل حرب البرتغال. إيه اللي أنا بقوله وإيه رجل حرب وإيه الكلام ده كله اللي هو يسمى بالإنجليزي Portuguese Man of War. إيه قصة رجل حرب البرتغال؟ ما تتخضوش، والناس اللي ما بتحبش الموضوعات دي ما تجريش من الغرفة، ده موضوع هيعجبكم. باختصار شديد جدا اتكلمنا في سلسلة الرد على الإلحاد والتطور في عدة موضوعات على إن إزاي الإلحاد والتطور وجهين لعملة واحدة، وليه بنتكلم عليها في فترة المسيحيات في فترة اللاهوت الدفاعي، لأنه الفكر الإلحادي لما حب يهاجم الكتاب المقدس ما حبش يقول لا ده أخطأ في التعبير الفلاني، لا ده اتحرف في الحاجة الفلانية، لا ده حب يقول الكتاب المقدس من بدايته غلط، وكل ما بني على خطأ فهو خطأ. من البداية الكتاب المقدس تكلم في البدء خلق الله، قال لك لا ما فيش حاجة اسمها خلق، كله جيب التطور. طبعا لما كان بيحاول حد يرفض وجود إله خالق كان دايما بيترد عليه بسؤال تعجيزي، لو لا يوجد إله خالق من أين أتت الخلائق؟ عشان كده دايما ما كانش بينتشر الفكر الفلسفي الإلحادي القديم، لغاية ما طلعوا البعض يقولوا اللي هو نجاوب على السؤال ده عن طريق أنه الكائنات لا لم تأتي بالخلق، أتت بالتطور، وتمسك بها الملحدين ودافعوا عنها واستخدموها في الهجوم على الكتاب المقدس وتخطيئه، وادوها هالة علمية زائفة، وأصبحت هي للأسف المنتشر تعليمها، على عكس أن الكرييشن أو الخلق أو التصميم الذكي هو الصحيح والمثبت علميا، ورغم ذلك بيتهاجم وبيدعوا أنه التطور هو الصح. فاتكلمت في 6 أقسام والنهارده وإحنا لسه في القسم السابع تطور الإنسان. كان القسم السادس الرد على التطور الكبير، كلام داروين، ادعاء أن كل الكائنات أتت من جد مشترك واحد اللي هو الكومن أنسيستر، وخدناها بالتفصيل في 104 محاضرة تفصيلية. زهقت الناس لما يعني ربنا يباركهم اتحملوني في 105 محاضرة خدنا نظرية داروين تفصيلا والنيو داروينيزم والكلام ده كله على الجد مشترك ده فين، لغاية ما وصلنا لغاية الثدييات. من ضمن الموضوعات اللي قدمتها كان موضوع أمثلة، والأمثلة دي ده كان في الجزء التطور الكبير الجزء 103، وكان عنوانه موضوعات متنوعة. كنت بدي أمثلة أخرانية كده على خطأ التطور الكبير إزاي واضح تماما محدش يقدر يقف قدامه. من ضمن عدة الأمثلة اللي قدمتها في الموضوع ده مثال ما يسمى رجل حرب البرتغال. إيه رجل حرب البرتغال؟ هعيد الكلام النهاردة تاني وهشرحه إلى حد ما بشيء من التفصيل. حديثا وجدت البعض بيهاجم اللي أنا قلته، أحدهم لو تفتكروا اتكلم في الغرفة هنا، وبعضهم هاجم على النت وهكذا وبيحاول يقولوا أهو بصوا أهو غلطان بيقول لكم كلام غلط، كلام يخالف المعلومات، ده بيكذب عليكم، ده بتصدقوه إزاي والكلام ده. وقالوا ان انا اخطأت لما قلت انه رجل حرب البرتغال ده كائن واحد، ان انا غلط ان انا قلت ان هو 4 كائنات، لانه بيقولوا رجل حرب البرتغال ده كائن واحد مش 4، فانا لما قلت ان هو 4 كائنات ده كده انا غلطان تماما، ده اللي قالوا علي. هما طبعا لما ما تقدرش ترد على حد تحاول، ما فيش حد ما بيغلطش، تحاول تمسك نقطة صغيرة وتهاجمها او تفتكر ان هي نقطة ضعيفة عشان تفقد مصداقيته، رغم كده النقطة دي أنا ما غلطتش فيها. رغم أن أنا قدمت حتى الآن 265 موضوع في سلسلة الرد على الإلحاد والتطور وما لقيتش حد تجرأ بأن يرد عليا في أي منها فيما عدا أول واحدة بس، وبعد كده انقطعت الأصوات تماما. كويس؟ فيما عدا افتكروا ان هم نصطادوا جزء صغير في الموضوع ده بتاع رجل حرب البرتغال عشان يهاجموا ويشككوا في مصداقية كلام. ورغم ذلك هأكد لكم النهاردة ان ما قدمته كان صحيح تماما ولم اخطئ، ولكن ساعتها هتكتشفوا ازاي ان هم في كارثة كبيرة، بل اطالبهم باللي حاولوا يشككوا في النقطة دي يجاوبوا على الاسئلة اللي قدمتها في الموضوع اللي تجاهلوها. انا قلت نصا التالي بداية من ده، من هنا أنا هبتدي أقول اللي أنا قلته في الجزء 103. ثالثا مثال آخر من أمثلة كثيرة تثبت أن تصميم الكائنات يشهد بوضوح لخطأ التطور، تكلمت سابقا في ملف التطور الكبير الجزء 41 والتعايش، أي علاقة كائنين يعتمدان في حياتهما على الآخر،
وشرحت فيه أن لو التطور صحيح وتم تطور النباتات الأرضية والحشرات وغيره من الكائنات بالتدريج في الحقب القديمة، والانتخاب الطبيعي ده هو اللي بينتخبهم باستمرار وينتخب ما هو أصلح survival of the fittest أو البقاء للأصلح، كنا هنلاقي كل كائن دورة حياته مميزة. ده حتى يناسب كلام ريتشارد دوكنز لما اتكلم على سلف الجين أو الجين الأناني. يعني المفروض كل كائن يبقى أناني. ليه الكائن يتطور بحاجة مناسبة للكائنات الأخرى؟ المفروض يتطور لمناسبة نفسه هو وبس. هل الصوت واضح ولا فعلا الصوت رديء؟ طيب خلوني برضو أطمئن. طيب الصوت كويس، أرجو ما حدش يكتب لي ده لأن ده بيسبب تشتيت لما بيكون الصوت كويس. anyway، فحتى بفكرة إن كائن يعني يتطور بطريقة مناسبة لكائن تاني ده ما ينفعش حسب يعني كلام التطور. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم حتى المبدأ اللي حطه ريتشارد دوكنز في كتابه سيلف الجينز عشان يدعي إن التطور صحيح والتصميم خطأ، إن هو فكرة الأنانية. وهي فعلا لو التطور صحيح وكل كائن يسعى إلى أن يتطور لما هو أفضل وبتنتخب الطبيعة، نلاقي الكائنات أنانية كل واحد ومصلحته، ده البقاء للأصلح، وما لقيش كائن يتطور عشان يناسب كائن تاني عشان يكون مفيد لكائن تاني مش لنفسه. فما لقيش كائنين يعتمدوا في دورة حياتهم على بعض. ليه؟ لأن التطور التدريجي بيحصل بطفرات عشوائية بينتخبها الانتخاب الطبيعي المناسب منها، ده حسب الدعاء. فبالطبع غير محتمل بالمرة، ده حتى لو حسبتها بنظرية الاحتمالات ما تنفعش. إن تحدث طفرات في جنسين مختلفين في نفس الوقت ليتنتخبهم الطبيعة وتجعلهم يعتمدوا على بعضهم بعض في دورة حياتهم، وأي واحد بدون الآخر يفنى تماما. يعني أي فرق في توقيت ظهور طفرة من الطفرات الكتيرة اللي تظهر في أجيال كتيرة يخلي الاثنين يفنوا، لأن الاثنين تعتمد حياتهم على بعض تماما. وبالطبع اللي حيفنى مش هيتطوروا لأنهم فنوا أصلا. معلش يمكن أنا بقول نفس الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت بس بتصريف بسيط. وبخاصة زي ما درسنا في الطفرات العشوائية أن الطفرات العشوائية لا تبني ولا تضيف، لكن حتى لو افترضنا جدلا أنها بتضيف معلومات جديدة، عرفنا أيضا أن الطفرات المورثة نادرة جدا وتحتاج أجيال كتيرة لتكتمل حسب ادعاءاتهم. فمش هتحصل كل الطفرات اللي يحتاجها جنسين مختلفين شجرة وحشرة عشان تصبح حياة الاثنين تعتمد على بعضهم البعض في نفس الجيل. ده حتى لو تمشينا مع فرضية التطور التدريجي هو غير محتمل بالمرة. لكن لو لقينا كائنات كتيرة دورة حياتها تعتمد بدقة شديدة على كائنات أخرى، فنلاقي كائنين دورة حياتهم يعتمدوا على بعض، لا ده بقى مش تطور عشوائي ولا تطور بطفرات عشوائية ينتخب الانتخاب الطبيعي، عشان هما بيتزعلوا قوي من كلمة عشوائي. Random mutation selected by natural selection. لكن ده لما الاقي كائنين بهذه الطريقة الرائعة، ده يناسب التصميم الذكي اللي صممهم بالطريقة دي مع بعض من البداية بطريقة غاية في الدقة شديدة في الذكاء في نفس الوقت من ساعة ما بدأ هما الاثنين. وقدمت أمثلة زي سمكة المهرج وشقائق البحر، شجرة التين وحشرة التين، مع ملاحظة ان لو كانت اي خطوة من تطور اي منهما غير مكتملة لهلك الجنسين مع بعض. وكنت سؤالي، وده السؤال اللي سألته محدش جاوبني، كيف تم هذا بالتطور التدريجي؟ ازاي الاقي كائنين شجرة التين بدون حشرة التين ما تنفعش، وحشرة التين بدون شجرة التين ما تعيش؟ ازاي تطوروا الاثنين تدريجيا بحيث يعتمدوا على بعض؟ وازاي المراحل الوسيطة اثناء التطور التدريجي المراحل الغير مكتملة عاشوا رغم ان هم مش قادرين يكملوا الخطوات بتاعتهم؟ وأمثلة كتيرة جدا جدا التي لا يستطيع أحد من علماء التطور اللي رافضين للخلق أن يقدر يفسرها بالتطور التدريجي العشوائي، وهو، وأنا أكرر السؤال، كيف يتطور كائنين بمعزل عن بعضهم بعض؟ حشرة التين جت من جد غريب ما نعرفوش، وشجرة التين جت من أحد الأشجار، تطورت من أحد الأشجار، والاثنين ما كانش ليهم علاقة ببعض،
لكن الاتنين تطوروا بمعزل عن بعضهم بحيث حياتهم تعتمد على بعض بالكامل. الحقيقة اللي يبص على الموضوع ده ويدرسه علميا وبدقة يلاقيه دليل قوي جدا جدا على التصميم الذكي والخلق. ليه؟ لأن ده يؤكد أن الكائنات دي خلقت بتصميم رائع من البداية بمصمم ذكي هو اللي خلقهم بهذه الطريقة بهذا التصميم بحيث حياتهم تعتمد على بعض، وما ينفعش يكونوا جم بالتطور التدريجي بطفرات عشوائية. والمثال الثالث اللي قدمته في مجموعة الأمثلة هو لكائن في الحقيقة عبارة عن 4 كائنات مختلفة، يعني 4 أجناس. ده كان كلامي، وده النقطة اللي مسكوها وقالوا أنت غلطان وما بتفهمش ويا كذا يا كذا يا كذا والحاجات الكتير. فأنا ده اللي أنا قلته، هو 4 كائنات في شكل كائن واحد لكنه يتكاثر ككائن واحد غير محتمل تفسيره بالتطور. ليه؟ لأن أثناء تدرج ال4 كائنات، يعني لو كانوا لسه في مراحل غير مكتملة أو عدم اكتمال في أي كائن منهم قبل ما يكتمل التطور، ده مش ينفنى في جنس بل ده يفنى 4 أجناس مع بعض. ده الاستحالة اللي قلتها أو عدم احتمالية اللي قلتها في شجرة التين وحشرة التين وهكذا، لا ده في الحالة دي احنا الاحتمالية دي بقت 4 أضعاف غير محتملة، لأنه ده 4 كائنات بيعتمدوا في حياتهم على بعض مش كائن واحد. وده ما ينفعش تفسيره إلا بالتصميم والخلق الذكي فقط. الكائن ده اسمه إيه؟ بورتوغيز مان أوف وار، أو رجل حرب البرتغال. آدي شكله قدام حضراتكم. أي إنسان بسيط يبص على الكائن ده يفتكره كائن واحد عامل زي أنديل البحر. هو فعلا شكله يشبه أنديل البحر ولكن هو أخطر بكتير، واللسعات بتاعته أكثر ألماً وسام أكثر. ولكن الكائن ده مش زي ما نتخيله كجنس من أجناس قنديل البحر، لا، ده اكتشف أنه تجمع من 4 أجناس مختلفة أو 4 حيوانات مختلفة بجينات وجميتات مختلفة. فده الكائن الأولاني والكائن الثاني والثالث وأيضاً الكائن الرابع المسؤول على التناسل. الأربعة ما يقدرش حد فيهم يعيش بدون الثلاثة الباقيين على الإطلاق. فمثلا الجزء العلوي المنتفخ هو عبارة عن كيس ممتلئ بالغازات يسمح لي بالطف، وسطح كبير لتبادل الغازات عشان التنفس. فده اللي بيطفو بيه الجزء اللي فوق ده، بدونه ما يقدرش يطفو وما يقدرش يعيش على الماء. وده كمان اكتشف انه هذا الكائن هو يتنوع، ممكن يكون يميني او يساري حسب الجزء العلوي اللي فيه العامل زي الشراع، الجزء اللي فوق ده الكريسنت ده. اليساري تتحرك بزاوية 45 درجة مع الرياح الى اليمين، بينما اليمينية تتحرك بدرجة 45 على اليسار مع الرياح، وده يخليه ينتشر اكتر. بدل ما يجي ريح فكلهم يمشوا في اتجاه واحد، لا، ده لما يجي ريح ينتشروا لأنه بيمشوا عكس بعض. ودليل قدرة على إخراج غازات بهذا يغطس تحت سطح المية لو كان في رياح قوية أو خطر من حيوان آخر أو غيره. وده أساسي لحياة بقية الأجناس، بدونه لا يقدر يعوم ولا يقدر ينتشر ويهلك بالكامل. ده الكائن الأولاني. أما الكائن الثاني اللي هو الأهداف اللي ممكن تصل إلى 30 قدم وإجمالي طولها كلها مع بعض 165 قدم في الطول، هي لكائن مختلف تماما يشبه أهداب أنديل البحر، ولكن ده شكل الكائن. كل اللي بيعمله إن هو بيفرز سموم في حالة لمس جسم آخر زي سمكة، فأول ما تعدي جنبه سمكة يلمسها يسمها ويشلها ويبتدي الكائن يعني ياخدها للتغذية، فهو يفيد الباقيين في اصطياد الغذاء. ده لو ما اصطادش غذاء الباقيين كلهم هيهلكوا لانهم مش هياكلوا. الكائن الثالث مسؤول عن الهضم، هو ما بيصطادش لكن هو اللي بيهضم. اللي عايز حاضر لحظه واحده، برضو يعني موجود في الغرفه، وايضا اللي يحب اهو موجود هنا. ده الدايركت برودكاست على اليوتيوب، وده الدايركت برودكاست على الصفحه في الفيسبوك. الكائن الثالث ده كائن هو بكل اللي ما بيصطادش وما بيعومش، لكن كل اللي بيقوم بيه ان هو بيهضم لكل الاجناس، يشبه الديدان الصغيره
واحد أو 2 ملي، لكن في حالة وجود أكل بيتمدد بيوصل 20 ملي. كويس؟ ده بقى اللي بيهضم الغذاء، يعني كائن هو شيشبه زي الأمعاء. فالكائن الغذاء اللي اصطاده الجنس الثاني أو الكائن الثاني، الكائن الثالث يهضمه أيضاً بعدم وجوده، ما فيش أكل هيتهضم. الرابع ده المسؤول عن التناسل، وفي الجامتات الأربع أنواع عشان يكون كائنات جديدة لكل منهم من الأربع أجناس أو أربع أنواع الحيوانات معاً، وبدونه بالطبع هيندثر الأربع أجناس. كويس؟ الأربع كائنات، الأربع أجناس، الأربع أنواع، ده تصميمهم رائع جداً. أربع كائنات مع بعض بيكملوا بعض، واحد يخليهم يعوموا، الثاني يصطاد لهم الأكل، الثالث يهضم لهم الأكل، الرابع يخليهم يتكاثروا. متخيلين بهذا المنظر؟ طبعاً ده لو فكرت فيه هل ينفع أن يكون جهدة بالتطور التدريجي؟ لا. ليه؟ لأن التطور التدريجي اللي بيحصل فيه طفرات عشوائية تنتخبها الطبيعة فبتتراكم ويتطور تدريجيا بتغير بسيط في عدة أجيال يتراكم، ما ينفعش. ليه؟ لأن أثناء المراحل الوسيطة الغير مكتملة، أي نقص، أي عدم اكتمال في أي واحد منهم، مش في كلهم، ده في واحد منهم بس، أثناء تطوره تدريجيا يهلك الأربع أجناس. يعني تخيل اللي بيعوم موجود، واللي بيصطاد الأكل موجود، وبتاع التكاثر موجود، ولكن اللي بيهضم لسه ما اكتملش تطوره، ماتوا. بتاع العوم موجود، وبتاع الاصطياد موجود، وبتاع الهضم موجود، لكن اللي بيكثرهم اللي يخليهم يتكاثروا مش موجود، ما اكتملش تطوره، أو هكذا. فعايز من أي إنسان حيادي لا زال حتى الآن بيؤمن بالتطور، وخاصة من الإخوة الأحباء المسيحيين اللي بيحاولوا يوفقوا خدعة التطور وكذبة التطور مع الكتاب المقدس، يفكر هل ده اللي أنا بقدمه لك ده دليل علمي قوي واضح على الخلق والتصميم ولا على التطور؟ هل فعلا دي ينفع يكون الكائنات جت بالتطور، ولا الكائنات في الحقيقة تشهد على التصميم بوضوح زي ما قال الكتاب؟ انتهى كلامي اللي أنا قلته حتى النقطة دي. كويس؟ البعض شكك في نقطة إزاي يا جاهل تقول ده عدة كائنات. طبعا واضح أن هؤلاء، أنا آسف، سامحوني بكل محبة، ما فتحوش مرجع متخصص في هذا الكلام. مع ملاحظة أن اللي هاجموا كلامي في هذا الملف، وأنا فرحت أن أخيرا حد بدأ يهاجم كلامي بعد 265 محاضرة محدش عايز يتطرق للي أنا بقوله رغم كتير بيسمعه، تجاهلوا تماماً طالما سمعوا الموضوع واصطادوا نقطة في النص. الغريب أنهم تجاهلوا تماماً، بل أقدر أقول تهربوا من الأسئلة اللي قدمتها في هذا الموضوع، لأن قدمت عدة أسئلة ما جابوش على أي شيء منها. والحقيقة اصطيادهم ده واعتراضهم وضح لي أنهم فعلاً بيقروا الملفات، بس ما بيقروهاش علشان فعلاً ناس حياديين، ده بيقروها بحثاً عن اللي يظنوه أنه ممكن يصطادوا نقطة ضعف يهاجموا من خلالها. طيب ما بيجاوبوش ليه على أسئلتي اللي بتدمر التطور تماماً وبتوضح أنه هو فرضية خطأ والصحيح علمياً هو التصميم والخلق؟ مش النقطة دي بأمانة لما نفكر فيها كشفت أن هم عارفين أنا بقول إيه، وكشفت أن هم أكشوا اللي بيقروا وبيفتشوا من ورايا عشان بس بيحاولوا يصطادوا، ورغم ذلك ده معناه ان هم بيتهربوا من الاسئله اللي انا بقدمها. ومش ده اعتراف ضمني بان بقيت كلامي صحيح والاسئله اللي انا بقدمها تثبت خطا التطور فعلا وصحه الخلق؟ ايه رايكم؟ بل في كلامي عن رجل حرب البرتغال برضو اقول لهم missing the point، وده دايما نقطه معتاده في المشككين انه دايما يمشي بعيد عن نقطتك الاساسيه. رجل حرب البرتغال، نقطتي الأساسية وسؤالي الأساسي اللي كان بيدور حواليه الحرب للي بيؤمنوا بالتطور، سواء ملحدين، لا دينيين، وتفر، أو حتى مسيحيين بيحاولوا يوفقوه مع الكتاب المقدس، هو لو أنت لسه بتؤمن بالتطور ممكن تشرح لي هذه الكائنات اللي مع بعض اللي عايشين ككائن واحد أين مراحل تطورهم؟ فين؟
والسؤال الثاني والأساسي كيف يفسر هذا الكائنات جات إزاي بالتطور التدريجي مع ملاحظة عدم اكتمال لأي واحد منهم أثناء تطوره تدريجيا، كله انتهى وفنى. لكن طالما هجموا فقط نقطة أن أنا قلت أنه هو أربع كائنات، طيب يعني غالي والطلب رخيص، ما أكتر المراجع اللي أكدت الكلام اللي أنا قلته ده متفق عليه. أقدم مراجع أكتر تؤيد اللي قلته عن بورتوغيز مان أوف وار إن هو عدة كائنات وليس كائن واحد، بس مع ملاحظة لو أنا جبت لكم دلوقتي أدلة ومراجع تؤكد كلام اللي أنا قلته، ده لا يعفيكم إن أنتوا لغاية دلوقتي ما جاوبوش على أسئلتي، فتتبقى أسئلتي بدون إجابة. فرجاء محبة ده طلب مش أمر، رجاء محبة طالما انت قريت الموضوع وحبيت تهاجبني فيه، طب ممكن دلوقتي لما هقدم لك المراجع تجاوب بقى على اسئلتي، ولا هتستمروا وتتهربوا منها؟ انتوا خلاص اتعرف ان انتوا قريتوه، هتجاوبوا بقى يا ترى ولا مش هتجاوبوا؟ هتستمروا تؤمنوا بالتطور بعناد وليس عن وجود أدلة علمية؟ ده بيثبت ان انتوا فعلا بتكرهوا الخالق والخلق ليس عن وجود أدلة علمية، ولكن عن فعلا اختيار للكره، لأن العلم طلع مش في صفكم. لكن أقدم مراجع على أنه أربع كائنات وليس كائن، وده لفظا اللي أنا قلته بتستخدمه المراجع العلمية الغير مسيحية. أولا، ينفع ليكم ناشونال جيوغرافيك؟ ناشونال جيوغرافيك أكد أنه أربع كائنات مختلفين. في ناشونال جيوغرافيك تحت عنوان About the Portuguese Man of War، وأنا جايب لكم سناب شوت من صفحة المجلة، يقول نصاً التالي، وآدي اللينك للي عايز يتأكد من ناشونال جيوغرافيك، وتقول نصاً التالي: Not only it's not a jellyfish, it's not even an it, but a they. The Portuguese Man of War is a siphonophore, an animal made up of colony of organisms working together. واو. Comprises four separate polyps. Four separate polyps. ايه رأيكم؟ بتقول لكم نصا المجلة. هو مش بس برتغالي، رجل حرب البرتغال ده ليس فقط قنديل بحر، ده هو اصلا ما تنفعش تقول عليه ات، ما تنفعش تقول عليه هو. انت لازم تقول بورتوغيز مان اوف وار، تقول عليه هما مش هو. ليه بتقول المجلة كده؟ ناشونال جيوغرافيك. فرجل حرب البرتغال هو من السحاريات، هو حيوان مكون من مستعمرة كائنات يعملوا معا. تركيب المستعمرة والأصوات والسم، رجل حرب البرتغال مكون من أربع أسلال مستقلة. فمش ده الكلام اللي أنا قلته؟ ولا لما أنا قلته فكرتوا إن ده غلطة ففرحتوا بيها، وإنتوا ما عرفتوش إن الكلام ده أكشوري المجلات والمراجع العلمية ما بتختلفش عليه؟ طيب نمسك موقع رسمي معترف به، موقع حكومي رسمي علمي، وهو موقع نوا أو National Ocean Service. موقع NOAA أو National Ocean and Atmospheric Administration US Department بيؤكد أنه أربع كائنات مستقلين بالضبط زي ما قال National Geographic وزي ما أنا قلت. وآدي الكلام قدام حضراتكم، وآدي اللينك اللي يؤكد الكلام، ويقولوا السحاريات على غير المعتاد، فهو متكون من مستعمرة أفراد متخصصين، كل فرد متطابق جينيا، يعني واحد متطابق جينيا لكن هم أربعة، يدعى زويد، ويدخل في المستعمرة مع أشكال ووظائف أخرى كلهم يعملوا كواحد. الأربعة دول كل واحد فيه متخصص مختلف لكن يشتغلوا مع بعض كما لو كانوا كائن واحد، لكن هما أربعة. كل من الأربعة أجزاء المتخصصين لرجل الحرب مسؤول عن مهمة محددة مثل الطفو أو القبض على الفرائس أو التغذية أو التكاثر. Colonies with various forms and functions working together. يعني اللي يشوف يفكروا كائن واحد لكن هم كائنات مختلفة. الويكيبيديا اللي تحت اسمه
بورتوجيز مان اوف وار برضو تقول نفس الكلام، مستعمرة من كائنات مختلفة يختلف في كل منها عدد الكروموزومات. كونه مستعمرة من السحاريات رجل حرب البرتغال، يعني مش بس مختلف في جيناته، ده مختلف حتى في عدد الكروموزومات. كونه مستعمرة من السحاريات رجل حرب البرتغال مكون من ثلاث أنواع من القناديل، كائن للتناسل والقبض والهضم، ورابع وأربع أنواع من الأسلاك. آدي اللي تقوله. And the four types of polypoids. بل نفس الموسوعة الويكيبيديا تقدم ريفرنس على الكلام المكتوب. أيضاً موقع MNN برضه يقول نفس الكلام، وآدي صورة الموقع قدامكم. رجل حرب البرتغال هو أربع كائنات مختلفة، نفس الكلام اللي أنا قلته، يعملوا معاً كواحد. تبص عليه تفكروا عامل زي أنديل البحر، ولكن هو في الحقيقة هو أربع كائنات عايشين مع بعض. يبدو رجل الحرب أنه كائن واحد، ولكن هو أربع كائنات مختلفة أو تجميع من أجناس لا يستطيع أن يعمل أي منهم بدون الآخرين. شكراً. كل منهم يقدم وظيفة ضرورية للآخرين لينجو. هذا نفس الكلام. May appear to be a single organism. الإنسان البسيط اللي يشوفه يفكره organism واحد، كائن واحد، زي عامل زي أنديل البحر. But it's four different organisms. لكن هو في الحقيقة العلمية جينيا وتشريحيا هو أربع كائنات. رجل حرب البرتغال هو ليس قنديل بحر، فقنديل البحر هو كائن واحد وليس كائنات متعددة متحدين معا. رجل الحرب هو نتيجة أربع أجناس مختلفة تماما. The man of war is as a result a completely different species. إيه رأيكم؟ وآدي برضو لينك للموقع اللي أنا استشهدت به. نفس الكلام. مرجع خامس. أوشن للكائنات البحرية. يقول إيه موقع أوشن؟ نفس الأمر. كل رجل حرب، كل كائن كده من رجل حرب لما تشوفه العامل زي أنديل البحر، هو في الحقيقة مستعمرة من كائنات صغيرة مختلفة. أرجو ما تخلوش حد يشتتكم. كل منهم له وظيفة خاصة. أيضا موقع سادس، موقع المتحف الأسترالي أيضا يقول لكم أنه أربع كائنات وأهو. But colony of four kinds. وآدي برضو ريفرنس، وآدي اللينك قدام حضراتكم. رجاء محبة محدش يشتت. فأعتقد بعد كل ده المراجع أستطيع أن أقدم أضعافها لو عايز، اتضح أن اللي قلته قدام حضراتكم كان صحيح. رجل حرب البرتغال أربع كائنات مختلفين، أربع أنواع، أربع أجناس مختلفين حتى في عدد الكروموزومات، ورغم ده عايشين كما لو كانوا كائن واحد. واحد مسؤول عن العوم، الثاني مسؤول عن الاصطياد، الكائن الثالث مسؤول عن الهضم، الكائن الرابع مسؤول عن التكاثر. وما فيش حد فيهم ينفع أن ينجو بدون الآخرين. اللي هيقعد يتكاثر ده لوحده، طب هياكل من فين؟ اللي هيهضم بتاع الهضم، طب هيصطاد من فين؟ طيب بتاع الاصطياد هيهضم ازاي لوحده؟ وهكذا. كويس؟ لكن ده واضح أن هذه الأربع أنواع تصميمهم رائع، اللي فعلا صممهم في غاية من الذكاء عشان يكملوا بعضهم بعض بهذه الطريقة. وبالطبع لا يصلح أن يكون ده حصل بالتطور التدريجي. ليه؟ أي واحد منهم بتاع العنق زي الفل والهضم زي الفل والتكاثر، بس بتاع الاصطياد لسه ما اكتملش، في بيتطور تدريجيا. طب ما خلاص انتهوا الأربعة، اندثروا. أي نقص في أي منهم يكون انتهوا الأربع أنواع بالكامل. واضح؟ بل أيضا كل مستعمرة من أربع كائنات مختلفين بتكون كمان يا إما مذكر أو مؤنث، وعملية التكاثر اللي بتمر بمرحلتين. الأولى وقت التكاثر،
تنشط كل الكائنات دي وتبدأ المجموعات المذكرة والمؤنثة تطلع لارفا عشان يحصل تنوع جيني. بعد تخصيب اللارفا تبدأ المرحلة الثانية. المرحلة الثانية إيه؟ كل لارفا مخصبة تبتدي تبحث عن سطح مستوي زي قاع المية الرملي وتلتصق بالسطح مكونة ما يشبه نبات، رغم أنه هو حيوان، وده مش حيوان واحد، ده أربع كائنات، أربع حيوانات مختلفة ماشيين مع بعض وعشين كما لو كان واحد، كائن واحد. ورغم ذلك لما يطلع اللارفا، اللارفا تشتغل كما لو كانت شكل نبات. وكل كائن يشبه النبات ينتج العديد من المستعمرات، كل منها أربع كائنات يبدأوا يتحدوا مع بعض في الوقت ده مكونين مستعمرة اللي هتعرف فيما بعد بإنسان حرب البرتغال، رغم أنه هو أربع كائنات. وبالطريقة دي تنتج عدد كبير من المستعمرات الجديدة. ده مثال واضح من التصميم، مثال رائع على التصميم، على التعايش، زي ما شفنا في الأربع كائنات المختلفين. فأنا قلت لكم بدل ما هجيب لكم مثال من كائنين حياتهم تعتمد على بعض، ما ينفعوش الاثنين ييجوا بالتطور التدريجي، ده كمان جبت لكم مثال من أربع كائنات. وهنا أكرر سؤالي للي مصر على رفض الخلق والتصميم ووجود المصمم الرائع ولسه بيؤمن بالتطور: أين هي مراحل تطور هذه الكائنات الأربعة؟ وكيف يفسر هذه الكائنات إن هم نجوم مع بعض بالتطور التدريجي والطفرات العشوائية اللي انتخبها الطبيعة؟ وأيهما قبل الآخر؟ ولو أي منهم قبل الآخر وما اكتملش تطوره تدريجياً كانوا هلكوا، فكيف نجا بدون أكل أو بدون هضم أو بدون تكاثر أو بدون عوم حتى يكتمل تكاثر بقية الأنواع المختلفة؟ انتوا أثبتوا ان انتوا قريتوا الموضوع بتاعي لكل اللي هاجمني في الموضوع ده، لكن لو ما جاوبتوش على أسئلتي بعد قدمت أدلة على اللي انا قلته كان صح تماما وعلميا بدقة، لو ما جاوبتوش بقى على الأسئلة دي تكونوا أقريتوا ضمنيا بالتصميم والخلق الذي يشهد على وجود مصمم اللي هو الرب الإله. ويكون كده قدام حضراتكم اللي بيسمعوني في البالتوك واليوتيوب والفيسبوك، ما تستعجبوش ليه ما بتسمعوش حد بيطلع يقول أنا غلطان، لا، لأنهم بيتحاشوا هذا، لأن عارفين الكلام اللي أنا بقوله صح. العلم في الحقيقة يشهد على الخلق، ولم أجد واحد يقدم دليل حقيقي علمي ملاحظ مختبر متكرر على التطور ويرجعوا بعد كده يقولك قدموا لنا أدلة على وجود إلهك الخالق وكل ده إيه. أكتفي بالقدر ده، وحضراتكم شفتوا الموضوع وأنتوا ليكم الحكم، وربنا يبارك حضراتكم.